مرحبا، أنا كنفوش، سأخذكم في رحلة إلى العديد من الجزر لنتعرف على أصدقائنا الحروف ونلعب معهم. فلنضغط على الجزيرة لنبدأ المغامرة. هل أنتم مستعدون للتعرف على صديق جديد؟ كريم، أريدك أن تلتقط لي صورة وأنا أرتدي القبعة. ق ق ق. واحد، اثنان، ثلاثة. من أخذ آلة التصوير؟ إنه القرد. أعدها إلينا أيها القرد. لن أعيدها قبل أن ألتقط صورة جماعية لنا. أكيد، بكل سرور يا قرد. خا خو خي. خا خو خي. قارب، مقص، صندوق. هيا يا أصدقائي لنساعد القردة في جمع حرف القاف. ق ق ق. ق ق ق. ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق. إذا وصلنا هذه النقاط سنكتب الحرف. افعلوا كما فعلت. قي، قرد. ق قي. لنجمع ونستمع إلى المدود القصيرة والطويلة. Oh.
تي قا. اضغطوا على البيضة. هيا لنختار حرفاً آخر. ماذا تعرفون عن الصقور؟ الصقر يطير كالصاروخ، وصوته عال جدا، وهو ماهر في صيد الأسماك. ص ص ص. ماذا تفعل يا كريم؟ أريد أن أتدرب لأكون أسرع من الصقر. ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص. صقر يطير صندوق، بصل، مقص. لنضغط على حرف الصاد قبل أن يغلق الصقر جناحه. ص ص ص ص ص ص. ص ص ص ص ص ص. إذا وصلنا هذه النقاط سنكتب الحرف. افعلوا كما فعلت. ص صقر. ص سي. لنجمع ونستمع إلى المدود القصيرة والطويلة. سو سي سو سي صا سو صا سو سي سو صا سي صا سو صا صا سو صا سو. Thank you.
لنجرب أن نلعب مع شخصية جديدة. أنا جائع جداً، ماذا سآكل؟ أنا سآكل الماوس. أنا لا أريد الماوس. لماذا؟ فهو مفيد جداً، وبه الكثير من المعادن المغذية. ما 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 حسناً حسناً، سوف آكل الموز مثلك، ولكن لم يتبقى سوى موزة واحدة. لا بأس، ما رأيك أن نتقاسمها؟ إنها فكرة جيدة. شكراً يا جنى، إنها موزة لذيذة. ما مو مي ما مو مي. أنا موزة صفراء لذيذة مفيدة، يحبني الجميع، فوائدي عديدة. أنا موزة صفراء لذيذة مفيدة، يحبني الجميع، فوائدي عديدة. مظلة، ليمون، قلم. اضغطوا علي وأعطوني طاقة لأصل إلى برميل حرف الميم. ما 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 إذا وصلنا هذه النقاط سنكتب الحرف. افعلوا كما فعلت. ما موزة. ما مو مي. لنجمع ونستمع إلى المدود القصيرة والطويلة. ما 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 مي ما ما مو 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 ما
حرف سنختار الآن؟ أوه، إنه من أجمل الحيوانات التي رأيتها، فهو كبير جداً. هذا ما يقال عني فعلاً، شعري ناعم كالحرير أيضاً. ولكن لماذا ترتدي حذاء من حديد؟ ح ح ح هذه حدوة تحمي حافري عندما أمشي وأركض. حصان، سلحفاة، تمساح. هيا نرمي الحدوة نحو حرف الحاء ليسرع الحصان ويفوز في السباق. ح 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 إذا وصلنا هذه النقاط سنكتب الحرف. افعلوا كما فعلت. حي، حصان. ح حي. لنجمع ونستمع إلى المدود القصيرة والطويلة. Thank you.
حرف سنختار الآن؟ وأبيع. أنا فرح جداً. وأنا أيضاً. هل تشمين رائحة الزهور والفواكه؟ نعم، هذا يعني أن الفراشة فيفي قد تأتي لتزورنا اليوم. ف ف ف نعم، أنا هنا أرفرف بأجنحتي الأربعة الملونة. ف 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 فيفي فراشة بخفة تطير، ألوانها جميلة من دودة تصير. ف 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 فيفي فراشة بخفة تطير، ألوانها جميلة من دودة تصير. فراشة، مفتاح، خروف. لنساعد الفراشة فيفي أن تطير وتجمع حرف الفاء. ف 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 إذا وصلنا هذه النقاط سنكتب الحرف. افعلوا كما فعلت. ف فراشة، ف ف. دعونا نطابق الحروف المتشابهة. اسحبوا الفراشة الصحيحة إلى المربع الصحيح. في في ف فو فو فا فو فو فا فو في ف فو في ف. اضغطوا على البيضة. هيا لنختار حرفا آخر. هي هيا لنبدأ بتحضير كعكة العسل. لقد وضعت كل شيء على الطاولة. ولكن أين السكر؟ اسمها كعكة العسل يا كريم.
سنضع بدل السكر العسل الطبيعي. طعمها لذيذ، أريد قطعة أخرى. عنب، ملعب، نعنع. أنا جوعان، ساعدوني أن أضع العسل على فطائر حرف العين. ح ع ع إذا وصلنا هذه النقاط سنكتب الحرف. افعلوا كما فعلت. ع عسل. ع عي. عي ع عو. دعونا نطابق الحروف المتشابهة. اسحبوا زجاجة العسل الصحيحة إلى المربع الصحيح. عي عو ع عي ع عو ع عي ع عو.